خد يا فوز. الولاية نازلة معاك بمايوها أصفر، تطلعها بمايوها أزرق يعني تيجي إزاي؟ النيلة الصوت يا عم كان أزرق. إزيك يا إبراهيم؟ ناجي باشا هطلع. ازيك يا باشا؟ وحشني. ايه؟ حط حضني وانت مبلول؟ من فرحتي، ده انا مش مصدق عينيا. يلا، غير هدومك وتعالى لي، انا مستنيك في اللوبي. حمامة، فين أيامك يا باشا؟ إنما سيادتك ما قلتليش إحنا هنبدأ إمتى يا باشا؟ نبدأ إيه؟ نبدأ التمرين. كل حاجة هتعرفوها في الوقت المناسب. نعرفها؟ هو في حد غيري يا باشا؟ أيوه. الباشا الكبير وعم الشباب كلها، والله انت منور شرم. حسام المصري. ابراهيم. ايه يا راجل والنبي النطة اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي؟ ده انت كان شكلك عبيط قوي. بعد اذنك يا باشا انا ماشي. استنى عزام. يا باشا انا ما اقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد، الواد ده لسانه طويل وعليا النعمة هضربه، وانا لحد دلوقتي عامل اعتبار لوجود سيادتك. شوف يا باشا، احنا ما بنتشطرش غير على بعض. انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خد منك الميداليه. والله يا باشا لو تشوف منظره وهو بيضحك على الارض تفطس على روحك من الضحك. ده انا كنت هموت يا ده. هتغاب عليك يالا. ايه ده، انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب التوهوه، هتضربوا بعض قدامي؟ اقعد يا ابراهيم. خدامك يا باشا. اقعد يا حسام. اقعد. هقعد فيكوا واحد واحد، احنا في فصل هنا ولا ايه؟ بدايه منيله بنيله زي وشكم. أنا الحق عليا لو فكرت أعتمد على عيال هبل زيكم. اعتمد يا باشا عليا وأنت مغمض، أنا سداد. الشغلانة اللي أنا عايزكم فيها دي عايزة رجالة. طالما الشغلانة عايزة رجالة يا باشا، هيما هيعمل معانا إيه؟ شوف يا باشا، شوف هو اللي بيجر الشكل إزاي وأنا قاعد ساكت. لا أنا راجل قوي يا بتاع الأولمبياد، واسأل شرم كلها على إبراهيم العزقلاني، ده بيجوا بالطلب. ولو عايز تشوف الرجولة أوريها لك. توريني إيه يا قاد يا أهبل؟ أنت ناسي آخر مرة رنك علقة موت. أنت عشان خدتني على إخوانا، بس لو راجل لراجل وش الوش والمصحف لعلم عليه. اخرس يا كلب أنت وهو، محدش يتكلم فيكم. أنا بس اللي أتكلم هنا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. There he is. Go and get him. قطعنا كلام سيادتك. ايه بقى يا باشا الشغلانه اللي حضرتك عاوزنا فيها بالظبط؟ اول حاجه لازم تعرفوها، الشغلانه دي ممنوع فيها الاسئله تماما، مفهوم؟ مفهوم يا باشا. بس ايه بقى هي الشغلانه نفسها اللي ممنوع فيها الاسئله؟ هتفضل طول عمرك غبي يعني؟ الباشا بيقول لك ممنوع الاسئله برضه بتساله؟ مش هتقدم استقالتك من الاوتيل قبل ما نمشي؟ اقدم استقالتي؟ ما هي اتقدمت واتقبلت يا باشا. اظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكوا بيا قوي. وانا في رايي يعني عشان نبدا الشغل على طول احنا ناخدها اسح كده لغايه بره حالا، والا هنلاقي امن الاوتيل كله فوق دماغنا. ماشي يا باشا؟ يلا يا ابو الكباتن وريني جمال نطتك. احنا في الباركينج يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا استاذ، يا استاذ، هم راحوا فين؟ نعم، هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في ثلاثه نايمين هنا ما حدش يصحيهم. لا انا بتكلم على الاثنين التانيين، ابراهيم والواد اللي كان معاه. حسام. ايوه حسام وابراهيم. مالهم؟ راحوا فين؟ في الزمالك، عاملين شغل زي الفل. السلام عليكم. انت مش خريج اداب قسم عبري يا ابراهيم؟ ايوه يا باشا. طالع الاول على الدفعه؟ بامتياز. طيب ما تعينتش مواد ليه؟
عارف شو ما واحده زميلته في الكافيتيريا يا باشا. انت مالك انت؟ انت ايه اللي دخلك؟ الباشا بيسالني انا. هيكون ليه يا باشا؟ الوسايط عينوا الخامس والسادس والسابع ولاد الاساتذه. ولاد الاساتذه. انت كنت عايز تتعين معيد ابراهيم؟ عاوز الحق يا باشا، قلت احسن ان جت منهم. وايه حكايه الطالبه اللي ظبطوها معاك في الكافيتيريا دي؟ دي عالم من نفسنا يا باشا، جواها سواد وغل بعيد عنك. دي بقى ضريبه النجاح اللي بيقولوا عليها. ضريبه نجاح يا فاشل، قد نزل في الجرنان وعليها صوره قد كده يا باشا مكتوب تحتيها فضيحه ابراهيم العزقلاني. يا باشا انا معرفهاش، البت كانت قاعده في الكافيتيريا وداخل ومفيش غير انا وهي، اسيبها تفيص؟ قعدت ادلك لها رقبتها وعمل لها تنفس صناعي، فجأة روح داخلين عليا واخديني على امن الكلية، لعبة ومعمولة عليا يا باشا. غاوي انت تنفس صناعي يا ابراهيم. هو مش موضوع غاوي، بس حضرتك حط نفسك مكاني، لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي ايدك تنقذها، هتسيبها تموت يا باشا؟ أكيد هتعمل لها تنفس صناعي. والنظام ده لو فطس هتعمل له تنفس صناعي برضه؟ لا دي تغور في 60 داهية. ده انا لو عملت لها تنفس صناعي نفس انا اللي اتقطع. اوكي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جو لاست 1. اوكي اوكي انا شايف تحسن، بس احنا ماشيين ببطء شويه، كان ممكن نعمل شغل احسن من كده. بص انت اهم حاجه تاكل بغباء وتشيل حديده تقيله وتفرج على نفسك بقى. قول لي انت بتاكل لحمه قد ايه؟ كيلو في اليوم. كم كيلو؟ كيلو. وده بقى مستورد ولا بلدي؟ انا عارف هو اللي بيتحط قدام البذيخ. لا طالما كده بقى الف هنا والشيفه ومطرح ما يسري يمر ابو كبات. يلا كمل يا ونش. بص بقى انا هسيبك شويه 5 دقايق كده وارجع لك على طول. اوكي يا كوتر. ماشي. يا باشا سعادتك تؤمر. سعادتك بس ابعتولي في الجيم هنا لمده 2 اسبوع وانا هرجعهولك بطل العالم في كمال الاجسام. مش هتعرفه سعادتك خالص. الله يخليك. على فكره يا باشا انا ما بقبلش عندي اي حد في الجيم، كل اللي عندي ولاد ناس كبار، ناس باشوات زي حضرتك يعني. الله يخليك يا باشا، مع السلامة. يا تهم في ايه؟ كنت عايز سلفة رؤوف بيه. سلفة؟ يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش 3 4 ايام، لحقت صرفته؟ ايوه دول 800 جنيه، 800 جنيه هيعملوا ايه؟ انا باكل لحمة بس في الشهر ب 1000 جنيه. وتاكل لحمة ليه؟ ما الناس كلها مقاطعة اللحمة. ايه ما بتقراش جرايد؟ ما بتشوفش تلفزيون؟ مع احترامي لحضرتك الدنيا كلها تقطع اللحمه الا انا، انا لو عملت كده هبوظ اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح. وانت تاكل لحمه غاليه و90 جنيه ليه؟ ما في لحمه صومالي ولحمه اثيوبي وفي لحمه كمان مجمده ورخيصه جدا وكويسه. ان شاء الله تكون لحمه حمير. هو انا اعترضت يا رؤوف بيه؟ اسمع تهامي، انت تكيف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي امورك على كده، بعدين انا هحل لك مشكله اللحمه ازاي؟ إذا كانت الدولة نفسها مش عارفة تحل مشكلة اللحمة، أحلها لك أنا؟ تهامي، ارجع لشغلك أنا مش فاضي. انت بتعيطي ليه دلوقتي بس يا نوسه؟ ما انت كمان بتعيط اهو. لا هو في راجل بيعيط؟ بعدين انا عايزك تجمدي، برودة اسود قد الدنيا وبتعيط ازاي؟ انا مش قادره اتصور ان انا عايشة من غيرك يا حبيبي. اهو نسيبنا بقى يا نوسه، هنعمل ايه؟ ابوك وامك عندهم حق، اذا انا مش قادره اكفي نفسي هكفيك انت ازاي؟ وهفتح بيت منين؟ بص يا حبيبي
أنا مستعدة أستحمل أي حاجة، هسيب الدنيا كلها علشانك، بس ما تسيبنيش يا تهامي. حتى دي كمان يا نوسة ما نقدرش نعملها. أبوك وأمك ما عملوش حاجة وحشة معايا، أنا اللي قصرت. صحيح غصب عني، إنما هما ذنبهم إيه؟ أهلك عايزين يطمنوا عليك يا نوسة، وده حقه. يا تهامي أنت إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت عايز تسيبني بعد كل ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ حتى الدبله يا نوسه كنت انت اللي جايباها على حسابك. انا ما استاهلكيش. انا انسان فاشل. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.